مرحبا. عايشك. بس عليك. بنتي عايشك لاباسه بقلبك. نحكيو معاك اليوم موضوع الساعة، وزير شؤون دينية، إقالة وزير شؤون الدينية بعد الأحداث اللي صارت، بعد الوفاية اللي صارت. سؤال الأول، هل أنت مع الإقالة نتاعو؟ والله شوف، يلزمنا نرجعوا لك وزارة. أنا مع ضد معناه باش في تونس يعملوا وزارة. شنو هو الوزارة دي؟ ما عندها حتى شيء. والله صدقني أنا كمتابع، ما عندها حتى مهام. في عهد دابن عليه كانوا ولا حتى قبل يضموا فيها معناها سيدي الوزاره الاولى. اللي قال هذه منتظره جدا 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 جدا، معناها الوزير فاشل، وزيد معناها اون بليس معناها يضحك على الشعب، يقول راي معناها مناسك الحج ناجحه. والله مانيش عارف كيفاش ناجحه، كيفاش ماهيش ناجحه، كيفاش قايمها هو. الناس ماتت هو يقول ناجحه. الناس ماتت في الحج، وصلنا ل50 تقريبا، وهو يحكي على نجاح. راي امور بالحق، مانيش ضحك، معناها يضحك على ذخون معناها الناس والا كذا. معناها الناس ماتت ويتكلم يقول والله راهي ناجحه، ورا ثم ناس ماتت معناها وكلات اصفار بعثت وكذا. معناها تعليات ما عندها حتى قيمه. اللي مات هذاك راهو تونسي، راهو وانت كمشيت كوزير تمثل تونسي، مشى على ساقيه، مشى في طياره، مشى في بطو، انت مسؤول عليه. فهمت؟ معناها الوزير هذايا اخطا، معناها وسيد رئيس الجمهوريه كان على حق بالحق، خاطر كل واحد يخطا يلزم يخلي بلاصته. هذا الوزير هذا ما مرينا منه حد شيء. شو نقول لك اليوم؟ وكاله اصفار اليوم حسب معطيات اوليه 5 من اللي توفاوا تابعين الوفد الرسمي، والبقيه تابعين وكاله اصفار. الوكاله الاصفار ممكن اللي ما احترمتش زاده سامحني المقاييس واعطيها كان تعبي الفلوس وكهو. موضوع هذا راهو مش باش تحل في الشارع والا في كذا. معناها هذه وكاله الاصفار اللي عملت هكا راهو بالنسبه بالتونس راهي بالحق فضيحه. هذه راهي ثم وكاله اصفار معناها اللي هي ممنوع، معناها ما يعملوا حتى في اشهار، معناها موازيه راهي يمشي يعملوا معناها كذا، يمشي للمواطن يعطي تلك فلوسه، ما ثم حتى خويا ضمانات، فهمتني؟ ويمشي ويموت ويقعد تحت شمس معناها كذا ويموت كذا. احنا ما نحملوش الدوله كل شيء، راهو الدولة راهي تتحمل ناس مشات معناها الامور معناها رسمية. هذا اللي مشى بهكا وهكا بالتدخلات والا كذا، فهمتني؟ الدولة اون برانسيب ماهيش مسؤول عليه، لكن مسؤول عليه كتونسي غادي معناها. اما راه بالحق وكالة الاصفار يلزم يتحل الموضوع هذا. راهي ثم معناها امور معناها غالطة وقاعدين معناها يعملوا في اشهار اصلا معناها. اما اليوم سامحني، مواطن تونسي كيمشي قايد في وكالة اصفار، فما عندنا وكالات اصفار تخدم في خدمه سمحه ونظيفه وماهيش متغوله حتى في الربح، ولكن عندنا وكالات اصفار يقول له يحلك في جنه ذريع باش نوفروا لكم وباش نوفروا لكم وباش وباش وباش، وتدفع الفلوس ومن بعد كي تمشي الغادي تكتشف حاجه اخرى. شوف انا باش نعطيك ما معنى وكاله اصفار. وكاله اصفار تعطيك بيه برك، ماهيش مسؤول عليك انت اش تعمل غادي. لهنا وكالات الاصفار وخاصه الموازيه، ثم وكالات اصفار معناها عندها بالحق معناها تمشي وتعمل عمره وتعمل حجيج، معناها امور منظمه. اما ثم وكالات اصفار تعمل في اشاره اللي هو غلط. راي انت راي ما معنى وكالات اصفار؟ وكالات اصفار راي تعطيك تاشيره وتقول لك برا، ماهيش مسؤول عليك غادي. معناها لهنا احنا عندنا معناها كونترال فيز في الدول اللي هي غادي باش تتلاها بيك وباش توفر لك ترونسبور وكذا. سامحني اختي، انا سيدي كمتابع راهي ماهيش معناها هذيك كلها غلطه، هذيك كلها موازيه. معناها باهي، وين مسؤول عليهم ترى؟ شكون باش نحاسبوا تو؟ تو سيدي لوماليفي شكون باش نحاسبوا؟ نحاسبوا كاع اصفار، نحاسبوا الوزير يمشي كبش فداه. شوف يلزمني نكون راهم منطقيين برشا. ماتوا 5 في مصر، ماتوا سيدي 600. احنا ماتوا 50. نعم 50 في تونس. احنا سيدي 50، لكن 5 بركه معناها مضمونين معناها نتاع الدوله. في مصر 600، ربما معناها البوبيلاسيون ماهيش متخابقه، فهمت؟ نعم. لكن يبقى رقم كبير في مصر. رقم كبير معناها بالحق مالور عندنا نحن، راهي مالور ماتوا توانسه راهو. وزيدوا زيدوا الوزير يقول والله انه ثبتوا كذا، ثماش وزير يثبت هو، ثم وزير يقف. راهو رئيس الجمهورية لازم يحط وزير لازم يقف على ميدانه. الوزير هذا فاشل اتصاليا، زاد فاشل هو اتصاليا. معناها كي يجي معناها ثم ناس معناها موجعة وهو يقول والله ناجحة، ما معنى ناجحة؟ يضحك على العباد. شوف وكالة الأصفار هذا يلزم تتحل، موضوع كبير، مش تحل لا في شارع لا في بلاطو ولا كذا، الدولة لازم تحله. ثم ناس معناها ربحية بركة، ما كهو شو معناها تجيب العباد وتموت غادي وبعد. اعتقادك هل إقالة وزير الشؤون الدينية هو كبش فداء ولا؟ والله أنا شوف شوف كمتابع وكعمري أنا نحو هذه معناها نحو كان الوزير بركة.
خاطر الوزير معناها ثم كلام منطقي، خلي كلماته راه ماتوا خمسة منطقيين كل عام عمناول اخويا تسعة ماتوا. يحسب في الوفد الرسمي. الوفد الرسمي خاطر انسان مشى معناها بصفة أخرى كيفاش يحب هو باش يعرفوا مات تحت الشمس ولا مشى ولا كذا. شوف أنا الرا الوزير هو فاشل بطبعه، لكن مشى سيدي كيفاش فداء ولازمنا نحو هذه المنطقة هذه في تونس نحو الوزير باش نمتصوا الغضب، لا نحوها هذه سيتين أكت ماهيش باهي. ولكن هذا لا ينفي أن الوزارة مسؤولة بصفة مباشرة على برشا أمور أخرى في وزارة الشؤون الدينية، وزير الشؤون الدينية اتصالي كان فاشل، واقع هذا يتكرر في بعض الوزارات الأخرى زاد راهم مش منا، وديما من نسهل الأمور أسهل حاجة نقيله، لا فما أمور أخرى، فما فرض عقوبات، فما رقابة تكون قبل. شوف بالنسبة نرجع للكلام الأول، وزارة الشؤون الدينية راهي ما عندها حد شيء، ما تصور انت ما انا حسب ما تابعت عندها برشا مسؤولين فارغين، واحد مسؤول على القران، القران عنده معناها القران يستحق مسؤول عليه، معناها باش واحد اخر سوره البقره يلزم يشاور السيد هذاك معناها سيد رئيس مسرحه، لا حول ولا قوه الا بالله، يلزم من حالك علاش معناها نعمل في بوست فارغين قبل في عهد ضحك وتاسف مسؤول عن القران في عهد الرئيس الراحل معناها اللي نحييه ونبكي عليه بورقيبه، كانت ما ثماش وزارة الشؤون الدينية، كانت تابعة الوزارة الأولى. معناها خاطر بالحق ما عندهاش برشا، خي توا احنا عندنا مثال راهي وزارة الشؤون الدينية ما عندها حد شيء. أنا كي نشوف واحد مسؤول على القرآن والآخر مسؤول على المسائل، هو ديجا عمل غلطة كبيرة، هو سيدي أخطأ وزير معناها وزير الشؤون الدينية وقت اللي غلط رئيس الجمهورية. قال له راهو ثم الجامع في القصبة هذاك راهو قاعدين الرجل فيه عامين، بعد عامين مشى الرئيس لقى ما ثم شيء. معناها شوف ثم وزارة فارغة. يزين ما الحكاية ذي خطرة ذي عملتها النهضة راي عملتها نقول لك كريمون بعد ثورة عملوا الوزارة هذه باش يمتصوا كذا كذا، لا نحو هذه الوزارة ذي ما عندها حتى معنى نعملوها خويا مسرحة تابعة للرئاسة تابعة رئاسة الحكومة، خاطر بالحق ما عندها حد شيء. وشنو الإنجازات اللي تعمل فيه؟ ما عندها حد شيء. أنا راه شوف ما نحبوش نرجع لك أختي نعملوا كبش تاع في ذا هاو مشى الوزير وفات المشكله، باقي مشى الوزير وفات الحكايه معناها ما توفاش. ما نحبوش زاد تتكرر ديما باقاله وزير ماهيش باش تصلح، لازم برشا امور اخرى تكون منظمه اكثر. احنا اختين اختي حاجه بالحق سي تامالور عندي انا في عمري انا وكمتابعه انا ديما نحو المسؤول الاول باش نمتصل الغضب في كل ميدان مش حتى في الشؤون الدينيه، نحو الوزير وفات الحكايه. شوف نرجع لك الرئيس الجمهوري يحب يكافح الفساد مش يحط الفاسدين في الحبس، يكافح الفساد بمعناه قوانين بكذا. انا احنا نحكي لك نبعد عليك شويه الهوليغانز معناها في كانت معناها اخطر جمهور تاع الانجليز باش يكافحوه، العالم كله يخاف منه، كافحوا بالقوانين، اعمل قوانين صارمه وطبقها. احنا عندنا في تونس حاجه مش به نقول طبق القانون، راهو القانون جعل ليطبق، فهمتني؟ معناها شوف ما نحبوش واحد يمشي كبش في ذا وتوفي الحكايه واللي مات واللي حي والتو مازالهم يعرفوا. شكرا لك. يعيشك.